أهلا بكم في مرايا. يا سلام الله مني على عز النزيل، لاحترك في نجد تهتز عقب سكونها حامة العقبان والذيب غادله عويل عند أبو تركي لهم عادة يرجونها لابتي يوم أشهب الملح غادله زليل يرى دون الموت والروح ما يغلونها. هذه الأبيات باللهجة العامية النجدية العارضية هي جزء من رقصة أو فن أو عرضة شهيرة، والعرضة لمن هو ليس بمتابع لهذا اللون من الفنون هو نمط أو لون أو قالب فني انتشر في الجزيرة العربية خاصة في وسطها وشمالها وحتى في الخليج العربي، ارتبط بالحروب، إما الإقدام عن الحرب قبل اندلاع المعركة أو بعد التتويج بالمعركة والانتصار، ثم تحولت إلى فلكلور شعبي لا زال يعرض حتى اليوم. العرضة إذن هي رقصة الحرب والسلام، ولها حضور كبير في الذاكرة الشعبية لابن الجزيرة العربية خاصة مثل ما قلنا في وسطها في نجد بشتى أقاليمها أو في شمال الجزيرة العربية وشرقها. الأبيات التي صدرنا بها هذا الحديث التي مطلعها يا سلام الله مني على عز النزيل، لماذا اخترناها اليوم؟ الحقيقة اتخذنا من إشارة أو الفيديو الترويجي لقمة العشرين جي 20 ذريعة ومدخلا للحديث عن هذا الأمر، لأنه في هذا الفيديو الترويجي حتلاقونه في اليوتيوب تشوفون في الباكراوند في الخلفية موجودة هذه العرضة بطريقة حديثة ومحترفة. هي أبيات قيلت في عهد المؤسس الملك عبد العزيز يوم كان مشروع التوحيد قائما وتوحيد أرجاء الجزيرة العربية على يد عبد العزيز ورجاله، ومن رجاله شاعر هذه الأبيات وهو من أهل الرياض، الرياض بشكلها القديم مش الرياض اللي تشوفونها الآن يوم كانت مسورة بأسوار الطين، الشاعر هو فهد أو فهيد ابن دحيم، هذا شاعر فحل وجزل واشتهر بأبيات الحماسة وله عديد من العرضات غير التي صدرنا بها، من أشهر عرضاته التي لما زالت تغنى حتى اليوم ويتفاعل معها ملوك البلاد وكل متذوق لمعاني الفخر والشعر. هذه العرضة أيضا باللهجة العامية، نجد شامت لبو تركي واخذها شيخنا واخمرت عشاقها عقب لطم أخشومها، لا بكت نجد العذية تهل دموعنا بل هنادي قاصرين شوارب قومها. ربما شرحها بالفصحى لغير المتابعين يطول، لكنها بكلمة وجيزة تدور حول الإشادة بالقائد المؤسس عبد العزيز أبو تركي وبأنهم معه في السراء والضراء سيقاتلون حتى يتم الله أمره ويتم مشروع الوحدة، وقد كان. إذن هذا فن العرضة، وهو فن أثير ومهم عند الإنسان، إنسان الجزيرة العربية، في كثير عرضات يمكن صعب نستعرض ولو حتى نزر يسير منها. على كل حال الأديب والمؤرخ المرحوم عبد الله بن خميس له كتاب خاص عن هذا الموضوع اسمه أهازيج الحرب، من العرضات الشهيرة التي لا زالت تغنى في المناسبات الوطنية مثل عرضة مني عليكم يا هل العوجة سلام واختص أبو تركي عمى عين الحرب، مرة أخرى أبو تركي، وهذه العرضة أيضا للشاعر محمد العوني، وهذا الشاعر أيضا مدح عبد العزيز بأبيات من غرر وعيون الشعر التي يقول فيها مخاطبا والد الملك عبد العزيز الإمام عبد الرحمن الفيصل فيقول له واصفا عبد العزيز: ابنك نجيبك هدم صولات من جال، في مطلع القصيدة أو مطلع البيت الذي يقول فيه عبد العزيز حجاب نجد عن الروم، الروم إذا قيلت قديما تعني الترك، عبد العزيز حجاب نجد عن الروم، ابنك نجيبك هدم صولات من جال، حر اليمنة شهر وادرج الحوم عقبان نجد عن مراعيه تنزال. لم يقتصر مدح عبد العزيز والإشادة به على الشعر العامي والموروث الشعبي، لا بل تعداه إلى القصائد التي قيلت بالفصحى، ومن أبرز من كتب بالفصحى عن عبد العزيز وهو معاصر له شاعر نجد الكبير محمد بن عثيمين رحمة الله عليه.
وأيضا شعراء من الحجاز مثل الغزاوي ومن الأحساء، بل حتى من خارج الجزيرة العربية، بل حتى نجد هذه الأبيات مثلا على يد شعراء من لبنان، بعضهم من المسيحيين العرب. على كل حال، عبد العزيز وما قيل عنه ومرآته في الشعر أمر يطول بحثه، لكن احنا تركيزنا اليوم على العرضة. ومن أجمل ما قيل بالفصيح عن عبد العزيز أبيات ابن عثيمين الشاعر التي يقول فيها: عبد العزيز الذي نالت به شرفا بنو نزار، وعزت منه قحطان ملك تجسد في أثناء بردته غيث وليث وإقدام وحرمان. هذا كان الفيديو الترويجي لقمة العشرين، فيه فنان سعودي عبد العزيز العليوي بصراحة أداها أو أخرجها بشكل أيضا جميل، نعرض لقطة منها. يا سلام الله مني على عز النزل، لاصطفاك في نجدة تهتز عقب سكون وهذه العرضة أيضا مثل ما قلنا تكررت كثيرا، هذا شكلها الحديث، لكن هي نبغى نشوف ولو لمحة من شكلها بشكلها الأصلي القديم، عرضة قديمة لي يا سلام الله مني. فن العرضة له نجوم وله مشاهير في الذاكرة الشعبية القديمة، نستعرض جزء منهم مع الدكتور أو الباحث العظيم السعودي سعد الصويان. ومن أشهر شعراء العرضة شاعر يسمونه الحوطي من أهل المزاحمية، له عرضة عندما دخل الملك عبد العزيز الرياض سنة 1319 هجرية، يقول مطلعها: دار يلي سعدها تو ما جاها، عقب ما هي ذليلة جالها هيبة، قام عبد العزيز وشاد مبناها، شيخنا اللي بحكم الشرع يمشي به، عقب ما هي اللي هي نجد، عقب ما هي عجوز جدد صباها، زينها اللي مضى قامت تماري به، أشكت إلا السعود بن الله يشاها، حرمت غيرهم تقول معليبه. لكن في الحقيقة ما أحد يجاري عبد الله بن محمد بن عبد الله الصبي الملقب بن بيلش من هالشقرة، ومن كلماته في وقعة سبله يقول: نحمد اللي عز دينه صدق بالوعد، والبس التوحيد ثوب من البيضة جديد، والعود ما تميز محمد عن حمد، تدعي بالدين والدين عن مثلك بعيد، شيخنا اللي درسك في حديث المعتقد، وانت قبله ما تعرف الحديث من النشيد، يا بيوت السرق ما عاد يبنالك عمد، هودي عن دورة الحكم يا سودة لبيت.
يا سلام، الله مني إذن على عز النزيل. السياق يمكن ما يكفي للحديث أكثر، بس هي مجرد مثل ما يقولون تذويقة أو تشويقة أو إشارة للمزيد من البحث والمتابعة. ليه؟ لأنه هذه الفنون هي الذاكرة الحقيقية للشعوب، هي التي تجسدها وتحتفظ بحرارة المشاعر فيها. نتمنى بالمناسبة، وسبق طلبت بهذا الشيء، أنه تنشأ مركز سعودي حقيقي يحتوي على هذه الفنون، يرشفها، يوثقها، يجيب مناسباتها التاريخية، يجيب الدراسات اللي حوالينا من ناحية الموسيقية، من ناحية الشعرية، من ناحية الاجتماعية السياسية، وكمان يعمل شق تدريبي حتى لا تندثر هذه الفنون، فيتم تدريب الأجيال الجديدة عليها، وأيضا إخراج منتجات تصلح للتصدير الخارجي، ثيمات موسيقية. أتمنى يحصل هذا الأمر، لأن ما صنع في السعودية مشروع الوحدة شيء كبير جدا، مش لسوى الملك عبد العزيز، مو شيء هين يعني. من أواخر يعني ظل مديح عبد العزيز حيا في الذاكرة الشعبية والشعرية، ولعل الشاعر المرحوم بندر بن سرور الذي توفي في منتصف الثمانينات الميلادية القريبة يجسد هذا المعنى حين قال، وهو يصف معاني الرجولة والإقدام، يقول: ما يقدرون الجود سود لطاريف مخاشرة بيضنسة بالحاث، يقدر عليه اللي حكم نجد بالسيف وودع مباغيض القبايل ولافي، عبد العزيز اللي يبث المصاريف يجدع قناطير الذهب بالفيافي، تمشي على دربه جموع مراديف، نون تنثر ماه والجو صافي. إلى اللقاء.